انا عارفه كويس قوي انت عايزه تقولي لي ايه، وانت مش مضطره تعتذري، انت مالكيش ذنب في اللي حصل، وانا فاهمه برضو ان اياد كان شارب وكل الكلام ده، بس الموقف كان سخيف يعني. ما هو انا عشان كده قلقانه ان كريم اكيد زعلان. هو بصي فعلا زعلان، بس انا حاولت الم الدور على قد ما اقدر، هو محتاج بس فتره كده يتساب، ما حدش يكلمه في حاجه. طب اياد كان بيفكر يتكلم معاه؟ لا لا لا، انا شايفه ما حدش يتكلم معاه في اي حاجه خالص، هو يتساب كده لحد ما يهدى. بصراحه زهقت من اللي بيعمله، بزهقت مش عارفه اعمل ايه. هو بصراحه ليكي حق، هو كمان مش مراسيكي على حل، هو شويه ماشي زي الالف وشويه يعمل حاجات غريبه. طب تفتكري ممكن يكون رجع للادمان تاني ولا حاجه؟ لا لا خالص، انا متاكده من الموضوع ده، انا بحمد ربنا انها جت فيكي. لا من ناحيتي اطمني. مش قصدي والله، انا اقصد اقول لو حد تاني كان زمانه قاطعني دلوقتي. لا انا متفهمه الموضوع وعندي امل ان الشباك ده هيفك يعني. يعني انت مش زعلانه؟ لا مش زعلانه. انت عارفه ان انا بحبك ومش عايزه اخسرك ابدا. وانا عمري ما هخسرك. تعالي نروح نشبقى. يلا. كريم انا عارف ان انا غلطان وعشان كده جالك لغايه عندك عشان اعتذر. بتحط ايدك على مراتي وعايز تعتذر لي؟ ده انت لا عملت تقدير ليا ولا لمراتي ولا لمراتك اللي كانت موجوده اصلا. كريم ما انت عارف انها ساعات بتهب مني ودماغي بتسوحني. ما كلنا كنا شاربين، اشمعنى انت اللي هبت منك؟ يا عم انا كنت رافع بلايه. مش قصتي. انا اللي اعرفه ان صاحبي اللي دخل بيتي ومتربي معايا زي اخويا حط ايده على مراتي. معاك حق. بس تصدق بالله؟ والله العظيم انا ما كنتش شايف انها سلمى. دي هي لما هزقتني انا فقت. طب امشي غور من وشي بدل ما اعمل معاك اللي ما عرفتش اعمله معاك يوميها. حقك. والله العظيم حقك.